يا اخي شايف يعني شكله هناك، انا مبلانة آه خالص. اللي هناك دي الدودة القاردة، ممكن لو حفرنا عليها ممكن نلاقيها. دودة القاردة يعني ممكن هي دي تكون الدودة القاردة يا اخي، ما هي الدودة القاردة دي اللي احنا جايبينها بعض السام، اللي انت هتقومها هي اللي انا هنقوم ان شاء الله تكون موجودة، بس كلش مش فلتت. طب الشتلة لسه جذورها كويسة الحمد لله. لا ما هي بص يا بحضر بقى، يعني خلاص الشتلة كده انتهت. لا هي إله دي إلا الله. دي. يعني بتقرضها فوق الجذر. فوق الجذر. تحياتي يا الله. بس دي الدودة القاردة. اللي احنا هنقومها دلوقتي. هنقومها دلوقتي ان شاء الله. الدودة القاردة. يا الله. اللي احنا هنقومها. اللي هي بص تسببت في شوف قصة الجذع. دي مشكلة كبيرة طبعا. طبعا تواجهك في الشطة بس ولا ممكن في زراعات تانية ممكن تواجهك فيها يا اخي؟ بتواجه طبعا، حتى البطاطس بتهاجمها، بتهاجم برضو الفراولة. هنطلعها خالص برا الارض يعني. ناخدوها معانا هنا. دي الخلطة دي ايه المكونات بقى دي يا اخي؟ دي دمخالي ردة وعسل، عسل اسود. طيب حضيف لهم حاجة دولة؟ هنضيف لهم المبيد يعني اللي هو ايه؟ بتبقى المادة الفعالة في كلوروفيروفوس كده. هتخلط المبيد في مية؟ تمام. المادة الفعالة ايه قلت في المبيد ده؟ كلوروبيروفوس. تمام. كده بنقلب المبيد احنا. كده بنخلط المبيد في الخلطة دي. الخلطة اللي هي عبارة عن ردة وعسل. طيب التخليطة دي لازم تكون في الوقت ده، يعني احنا دلوقتي بنصور يعني قبل الغروب. لازم يعني الخلطة تخلطها قبل الغروب كده؟ لا تكون قبل الغروب كده يعني ايه؟ قبل المغرب. طب ليه؟ علشان هي الدودة بتنشط بالليل. يعني انت بعد ما تخلط كده هتبدأ ترشلها بحيث هي تطلع في الوقت اللي هي تنشط فيه تاكل من الخلطة دي. ولازم تكون الأرض نسجية يعني قدامها حوالي 12 ساعة يعني. انا شايف الارض اهو مسقية. طب دي ليه طيب؟ عشان يبقى في حركة افضل للدودة ولا ايه؟ ما هي لما تكون الارض مروية بتطلع الدودة يعني بالشقوق اللي هي في الارض تكون دخلتها المية. وهي بتطلع كده بعد الري مباشرة. يعني الرشة دي تترش بعمد اللي انت هتعملها لازم تكون بعد ري. بعد الري مباشرة. وتكون قبل غروب الشمس. تكون قبل الغروب. قبل الغروب. طيب يا اخي الدودة دي يعني ظهرت بدري معاك يعني في ال يعني مش كتير يعني. قاومتها قبل كده؟ لا. دي أول مرة تقاومها. دي المقاومة دي يعني. أول مرة تقاومها. دي المقاومة. طيب العبوة بتاعت المبيد دي حطيناها في كام لتر مية؟ هو احنا خلطناها ممكن يبقى مثلا في حوالي 5 6 لتر كده. هي المساحة مثلا دي نص فدان. انا جبت لها 10 كيلو من خالة وردة. جبت لها حوالي 1.5 كيلو عسل. خلطهم طبعا قبلها بوقت في الردة. الردة مع العسل.
وبعد كده ايه بنخلط المبيد قبلها مباشره يعني عشان يبقى فعال. انما مش بتخلط المبيد مع الرده والعسل من الاول. في ناس بتعمل كده بس الافضل انت تخلط قبلها على طول. وصلت للخلطه ازاي يا اخي؟ يعني هل هي بالتجربه ولا مهندسين الاشواط؟ لا مهندسين. مهندسين مهندسين مهندس زراعي. مهندس زراعي يعني قال لك عليها؟ في طريقه ثانيه، انت بتجيب المبيد زي كده وتخلطه في برميل وبتجيب ابريق ابريق اللي هو الالومنيوم او البلاستيك اللي هو بوز كده ليه بوز وبتبتدي تزق النبات بيه. يعني انت كل شتله تحط تحتها بشويه. دي طريقه برضه من دون طرق يعني. وهي طبعا بتكون يعني اسفل جذر النبات. يعني دايما بتكون حوالين النبات هي. طب بتطيب دي طريقة الرش يعني دي؟ والدودة تطلع تمشي يعني بالليل يعني؟ بالليل ان شاء الله تطلع. لقطوع نسام دي. طب ايه المغري للدودة اللي بحس ان هي تاكل الطعم ده يا اخي؟ خالد الردة والعسل. جاذبين ليها. امال شفت الجماعه اللي هيرشوا للقصاص يا اخي هيحطوا يعني لقمه لقمه نظام لقمه لقمه تحت الجذر هيحطوه اللي هم هيرشوا للقصاص؟ لا هو كده افضل. طب هي نفس الطعمه دي تنفع للقصاص يا اخي؟ نفس الطعم. ونفس المبيد. مكتوب عليه الماده الفعاله ده؟ خلاص ماشي. ما يتحسن.